القانون 308 من قانون العقوبات هو قانون بيسقط العقوبة على المغتصب إذا تجوز المغتصبة. خلينا نشوف رأي الناس بهالموضوع. هلأ القانون 308 من قانون العقوبات بيحكي أنه تسقط العقوبة على المغتصب إذا تجوز المغتصبة، شو رأيك فيه؟ والله أنا أفضل إعادة الدراسة من أول جديد. لا والله هذا ضدها، هذا بجبرها، لازم يكون لها حق، تكون لها رأي، لها كلمة تقول آه أو لا. لا، لأنه يعني اعتدى عليها أو سابقاً كيف بده يستمر معها بالحياة؟ هذا يعني قانون، يعني إجرام، إجرام بحق الفتاة، يعني ممكن يغطي عليها شوي بعدين خلص يوليبها، يعني بتركها. برأيك إنه هذا انتهاك لكرامتها ولحقوقها؟ طبع طبع طبع، لأنه المرأة إلها احترامها وإلها مكانتها وإلها حقوقها، لازم تحافظ عليها. يعني أهم إشي إنه شرفها. والله بتعرفها فيها شغلات عشائرية وصير فيها شغلات، والسطرة مطلوب. مغتصب يغتصب واحدة وأعفي عنه بتجوزها ما بعفي عنه، لو بده يتجوزها لازم يتعاقب. والله أنا ضد هالشيء بصراحة. ليش؟ لأنه أصلا من الأصل هي الفكرة غلط. فبس هو القانون يعني صحيح، إذا بده يسر على البنت لازم يتزوجها. أنا ضد هذا القانون، لأنه هيك أول شيء فوق ما أنه اغتصبها بيجبروها تتزوج السفاح اللي اغتصبها، وهاي معضلة، لازم يعدلوا القانون، ينحبس أقل شيء 10 سنوات عشان يتربى كل واحد بفكر أنه يمس بأي عفيفة في هذا البلد. مش صحيح هذا الحكي، لأنه بدايته غلط، يعني الفعل اللي صار فعل غلط، فكيف عم بده يسقط عنه عقوبة؟ هو كان الأصل يعاقب عليه وفعل غلط، فما بصيرش إنه إحنا نعالج هذا الغلط بإنه والله نعطي إنه تجوزها وخلص، يعني انتهى الموضوع. يجب أن يعني لازم يتحاسب، والأصل إنه ما يكون هذا الحكي صار، لأنه أصلاً دينياً إذا بدك تحسبيها دينياً يقام عليه الحد لأنه اغتصب. فبالتالي على أي أساس أنت بس مجرد إنه تجوزها خلص يعني يلا انتهى الموضوع؟ لا، مش قانون صراحة، لازم إنه يأخذ بالعقوبة اللي صارت. يعني قانون 308 بيحكي أنه تسقط العقوبة عن المغتصب إذا تزوج المغتصبة، شو رأيك فيه؟ والله هو الأصل كله غلط، الأصل الاغتصاب غلط، والمغتصب لازم ينال عقابه. أكيد قانون جائر هذا. ليش؟ قانون جائر بحق حق الأنثى. كيف؟ يعني هيك أنه بيشجعوا على الاغتصاب داخل شريحة المجتمع الأردني. طيب برأيك لهذا المغتصب إيش الحل معه؟ الحل انه ما يكون في طلاق. الفعل اصلا هو فعل سيء وفعل يعاقب عليه القانون وفعل غير صحيح، كيف انا باجي بسهل له الفعل تبعه وبقول له والله تجوزها وخلص؟ بعدين انت بدك تسوي في فارق كثير بين الناس، بده يكون ممكن تصير شغله لا اراديه مع انسانه تكون هي من فئه ومن نوع ومن طبقه، والثاني يعني كيف بدك ترتب هاي الامور بيناتهم؟ كيف بدهم يندمجوا مع بعض؟ هذا لا، بالعكس هذا إساءة أكثر من أنا، يعني هذا كأنك بتقولي تعال اغلط وإحنا ندعمك.